مساء الخير ومرحبا بكم في موعد ديالكم الاسبوعي في الحكايه فيها ومرحبا بكم نتوما تاني الجمهور لكم حاضرين معنا ديما في هذه الحلقه. اليوم راح نستقبلوا ضيفه تحبوها عزيزه علينا وحنا نناقشوا تاني في موضوع شباب، دونك ما تبوجيوش ما تبعدوش علينا لانه هذه الحلقه راح تكون شابه. بلا ما نطول عليكم نروح نشوفوا لي زانيماتريس راح يرافقوكم طيله هذه الحصه. اتو سويت الوغ لو بوين اللي شد الانتباه تاعي كي قال لك يصرى بروبليم بيناتنا، قولي احنا نحلو واش نروحو لمواقع التواصل، شغل نهربو والمشكل ماشي نهربو برك نهربو نبداو نديرو نمعني ومن بعد نديرو منشورات راك وجعتني راك انتني راك كدا، سما شغل هاد هربنا من الواقع الحقيقي ورحنا للواقع الافتراضي ونحكو فيه على مشاكلنا واللي يعطونا حلول شكون؟ سي دي جون اللي هما ما عندهمش اكسبيريونس وما يعرفكش. هاد الحاجة اللي فريمون صح شدتني في البي تي ار. انا واش حبيت نقول نستقصوا روحتينا السؤال، هاد المشكل يستاهل نختلف به على جالو مع انسان واحد اخر؟ واش هما الخلافات؟ اسك هذا اصلا خلاف؟ اسك عنده حل؟ واش هو الحل؟ ما نحصروش كلش في المشكل. شفتو كي انسان يجيب لك خبر ومن بعد انت دير على هذاك الخبر بلا ما تسيي تروح تهضر مع هذاك الانسان، اوركو نورمالمون لو بروبليم بينك وبين، يعني هذه قصه بينك وبين هذاك الانسان، انتوما لي دو كونسيرني باش تحلوا هذاك المشكل. مي انت لا تسمع من طرف واحد ومن بعد تزيد تكبرها في راسك تولي ايماجيني في دي زيستواغ ايتو، تصيب اللي كبرت مشكله كبيره وعاديت انسان اللي بالك يكون عزيز عليك على جال حاجه اللي بالك تكون ما تكزيستيش كاع كلام ناس وخلاص. نهار كامل برا هاكا تتبلبل برا في القهاوي، كنت تخلي هنايا تدخل ساكت. تدخل نتفرج لا تيلي كاع النهار وانا برا عندي صوالحي، شابين نزيد نقول لك دروك. هو انا الحيط؟ ها؟ كيفاش يا الحيط؟ ها راني لاهي راني نتفرج راني نريح شويه. اي بصح ما فيها والو كون بصح. غير شراك تدير مالك الاخر؟ ايه خليني نتفرج كيفاش. باسكو المرا الحجم الساعي تاع الهضره تاعها كبير على الراجل، يسمى باينه باللي انا راح نهضر، باينه باللي انا نحوس. حبسي علينا دائما اللي قال لك ديري هاد الصوالح هاد لي زيسوار تاعك تكري لنا في لي بروبليم، خلينا نتفرجوا لا تيلي، ما تعرفيش كاع تجي تريحي تحكي عفسه بوزيتيف ولا؟ علاش واش راني ندير دوكا؟ وراكي تجي تحوسي تمشي نعرفك. يا سلام راني نقول لك دوكا باش تهضر معايا راني نقول لك هذه حاجه نيجاتيف هذه. نعرفك وراني عارفك وراكي باغي توصل. وانا اللي باغي نوصل. راكي تحوسي تمشي تحكي لي على فاطمه جارتك الاخرى كي اش قالت الاخر. اي انا عارفك على بالي. انا حابه نقصر قصر معايا باش نحكي لك على فاطمه. قصري غير نيجاتيف غير تقطع الاخر خلينا نهضروا كي لا يحموا. فيها نضحكوا توجور ان بتي جو حنا بيناتنا المناشطات رانا هنا راح ندوموندي لي زاردواز يجيبوهم لي. الوغ هاد اللعبه واسمها ايموجي تاع الافلام، تسمى بلي زيموجي ما عرف ندوفيني والغنى الاغاني، هاد المره لازم ندوفيني والافلام على بالي بلي صعبه. بصح ما انتوما لعبوا معنا جزائريه ولا هوليوود؟ افلام جزائريه ولا شوفي ما نبانيش واش كاين راح نلعب معاك مي نورمالمون راح تكون افلام جزائريه بالك راح تخرج لك ان سيربريز. اوكي تبعوا شويه لي فيلم الجزائري انتوما؟ وي تاع تحديدا انت على بالي. نتبعوا باسكو نشجعوا. سا ديبون لي جينيراسيون، الافلام جدد تقدري تقولي كامل شفتهم ولا سمعنا ليهم في لي ريزو سوسيو. القدم سا ديبون من داك يعاودوهم نعاودو نتفرجوا كي يعاودو يديروا لو ريبلاي. صح تتبعوا لي فيلم لي فيلم ولا مسلسلات واش تبعوا؟ انا مسلسلات الجدده مسلسلات كثر. فيلمات احنا انا فيلمات كاين فيلمات نعرفهم ما عنديش لا فاسون باش تبع ان سيري دو ا ل زد نتقلق دوك نشوفوا شكون نعرف انا هوليوود شكون يعني يشوف شكون ما يشوف. اي بان دوك نشوفوا دركا شكون اللي تعرف لي فيلم شكون اللي ما تعرفش شكون اللي كان تبع شكون اللي ما كانش تبع دوك تفتحوا ديريكتومون هنايا. الوغ لي زاردواز دوك يجيبهم لي رابح. ميرسي بوكو مون فخيغ. ميرسي 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 بوكو. دوكا كاع نحن نشوفوا ليكرون باش نشوفوا واش هاد لي زيموجي اللي حيفكرونا في لي فيلم. نقل عليك واجده فردوس واجده. ايا يلا انتوما تاني تبوبليكي العاده لعبوا معنا مي بصح ما تعطوناش الاجوبه. عاونوني انا نقلوا. سي بون لقيت يا حسره تقري راني كتبوا ديجا. الوغ واش انا نشوفوا الغاشي اسره عاش ب 12 اصبر تشوف يساوي ماشي فيلم هذا فيلم هذا فيلم جاب ربي حيت يكتبوا في الاردوا جوستومون مي ساره كاش ما هاد لي زيموجي كاش ما يدوك حاجه ما عرفتش مالك كتبي لنا الجواب تاعك في الاردوا سي بون كتبتها وي هايلة هايلة جو سي با انا غشيت هايلة هايلة انا درت عاش يا دا هيا نبدو لي زاردوا سوانا هايلة هايلة على واش كتبتي ساره؟
عائله كي الناس باسكو هادو الناس بزاف هنايا الهيوليه في الامر. تاع تحذيبه ورينا لا خطوه معليش تبان فوالا شديها بيان. انا جاي ما درتهاش اسينا ولا عقل باسكو انا كاع نهضر كيف كيف. عاش ب 12 عاش ب 12 عاش ب 12 اسكو سؤال جواب صحيح. هنا عندنا عائله كي الناس كي الناس وهي لا بون ريبونس ا بار. انا هي وانا دافندوس انا غشيت على ليليا وفاتي هي المجتهده. الوغ يلا نروحو نشوفو بون ريبونديو نكتبو. ايه خلاص سي بون هادي سهله. هذا شنو لا بطاطا طاطا حبيبه كاع واش هضرتو ما سمعتش كاع ما عرفتش نكتبها. هيا رفدوا لي زاردواز تبعكم 1 2 3 انا غشيتها سمع قلت لكم ما عرفتش نكتبها السيطار معليش انا غشيتها هذيك قعد امي ضحكوا عليا في البوبليك باسكو كتبت السبيطار وانا حابه نقول لكم بلي السبيطار ماهيش كلمه بالعربي ميرسي بوبليك. الوغ هاديه لا 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 اه سي سي بون وي 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 دي اس 31 دي اس صحه ما بالش دا فيلم ولا لا لا مي انا عارف لا ما نعرف سي بون نروحو وي طاكسي المخفي وي فوالا طاكسي المخفي بان ريبونس تاع حبيبه ما كتبتوش ما كتبتيهاش على بالك بابا حبيبه زعما انت القديمه فينا. انا ما فهمتش انا طاكسي المخفي ما كاينش نغمز لكم كيجي 30 يار راسي المهم كيفاش يقولوا له 30 ما تخفي ما تخفي وي. نروح نشوفوا صوره اخرى الوغ 12 وهذوك لي باتمون تاع القلب. ايه سي بون. اوه عايش ب 12 عايش ب 12 هذه عيش نورمال هذه حياة ترتيها ورانا لي ريبونس ديالكم. انا والو ثاني فردوس واش كتبتي انت؟ انا كيما طاطا حبيبه انا ما كتبت والو. طاطا حبيبه ما كتبت والو كتبت والو. لا بون ريبونس ساره انت اللي جبتيها عيش ب 12 برافو ساره اي تلعب ساره من قلبي. شوفوا لا ديرنيير نخلوها للبوبليك لا ديرنيير مازال راهم يقولوا لي فلوس هما كاع الوغ هنا عندنا وحده روجيه وحده سمراء اها امراتين الوغ امراتين دو زوج نساء دو فام امراتين لقيت جابوها الله يبارك عليهم. تاع العلمات وقيلا امراتين ياك؟ امراتين اكزاكتومون. دوك حنزيدوا صوره واحدة اخرى هذه راهي لينا. انسبكتور اصبروا انسبكتور مرقو انسبكتور مرقو لا لا انسبكتور طاهر راحوا البحر عرفتها هذه سهله اعطي هذه لي فاكونس ولا ما بيها وياك مليحه راكي مليحه هذيك هي خلاص اكتب بها اكتبوها لي فاكونس دو لاسبيكتور عطلت اسناي اسنا نكتبهم على دوريها لي دوريها واحد زوج ثلاثه سي بون فاكونس دو لاسبيكتور طاهر اكسلون تاع تحبيبه كيما قالت لكم كوم لا دير وي كيما قالت لكم سنايا هذا فيلم عمل ضجه كبيره كبيره هاي شفت باين هذاك انسبكتور سي سور اسكو عندنا صور واحده اخرى دوك يقولوا لي في جبنا اليوم لي شوف برك واش رايكم نشوفوا التعليقات على الحصه بكل هيا يلا بينا alors très belle émission j'ai trop aimé bravo التعليقات يطلع المورال على بالك شحال يوصلوني هاد لو جور تاع بحكم ان زعما عندي قاعده جماهيريه تما كاين بزاف ناس يتبعوا من عندي شحال يوصلوني كي نشوف لي كومونتير تاعهم اللي يوصلوني ونشوف بعض لي كريتيك في بعض لي باج تو نقول او سي با باغي علاش هادو هكا وهادو حنا نقولوا لها مينا لاميا ميرسي بوكو شكرا للمتابعه تاعك وشكرا لي لي ميساج هادوما حنا ميم انتقادات معلوش بعثوهم لنا قبلوهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حصه الحكايه هي الحكايه فيها هي حصه ذات موضوعات جيده واقتراحات مذهله انا اتابع الحصه لكن لاحظت ان المنشطات لا يستطعن الاستغناء عن الفرنسيه وهذا يزعجني واش نقولوا لها تعلمي شويه لا 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 ولا غير صح اسمها حنايا اللي
حنا اللي لازم نتاقلموا مع الناس اللي يتبعونا لانه هما الاكثريه. حنا رانا الاقليه، اسمح حنا اللي لازم نقصوا من اللغه الفرنسيه. انا نقول لكم سمحوا لنا ان شاء الله نزيدوا نتحسنوا في العربيه باش نكونوا في المستوى تاعكم، وما علاش من داك نهضروا فرنسي من داك انجلي من داك عربيه. نجي لبنا نخلقوها شويه. المنشط صاحبه الشعر الاصفر خطيه. اقراي هالي اقراي هذا. انا نقراها لك ونرد. معليش نرد بيان سيغ تاع تحت الباب. منشطه صاحبه الشعر الاصفر خطيها التنشيط والاسئله دياولها يعيوا نتمنى ديروا التكوين هذا كوكي كوكي. انا نقول لك يا اخي يا اخي منشطه والله عندها روح وخفه وحنا تمتعنا وياك راكم تتمتعوا والله ما شاء الله، وعندها واحد الحنان عندها واحد المنبع اللي راهي تواسي فيه. وهذو هما الاسئله اللي رانا نديروهم راناهم كاع رانا نشاركوا فيهم ماهيش وحدها رانا كامل معاها ورانا نقولوا لها اليد والله غير شوفي فكرهم باللي راه برنامج ترفيهي يعني رانا لهنا باش نرفهوا على الناس اللي يتفرجوا فينا، ما راناش في هذاك القالب كاغي تاع لازم نحكوا بطريقه معينه، او كونترير الناس اللي يتفرجوا فينا راهم يستمتعوا، الجمهور راهو يستمتع ياك. وحنا تاني رانا نستمتعوا منكم بزاف بزاف مزيان كيراكم معنا فريمون راكم تنورونا في هذا البلاتو. حتى واش نقولوا لهم اون بو با ما نقدروش نمثلوا كل كاع الناس، نمثلوا كل واحد فينا فئه صغيره، كاين اللي نعجبه كاين اللي ما نعجبش، نسيو نديرو خير لا بروشين فوا كما شاك فوا، مي لا في دي زوطر يفو لاكسيبتي وهذا هو تقبل. تعجبك ولا ما تعجبكش معليش انا نتقبلها ونسي ندير خير لا بروشين فوا وهذا لك. هذه الحصه شابه بزاف بزاف، شكرا جزيلا. هذه في خاطر بنات الحكايه اللي راهي سي ان بروفيل دان نوم يعني نتبعوا الحصه تاعنا صافي بليزير. نقول لهم فريمون ميرسي بوكو المتابعه تاعكم، زيدوا لنا من لي ميساج تاعكم، زيدوا لنا من واش اكزاكتومون واش راكم تسناو، بالك حاجه راكم حبوا تسمعوها ولا نقشوها ولا المواضيع الثانيه اللي كنا حنا نعالجوها ابعثوا لنا. صبروا صبروا قريت جاتك سواسوا في الوقت. يعني كنا نعرفوا اهل الصحراء ناس تاع دين وحرمه وشان وناس تاع غيره وشهامه. اختي من الصحراء حبيبتي ترخصينا حبيتي ترخصينا ولا وشنو؟ شوفي كاش واحد ياكل الحلوف دمه بارد باش يتقبل الافكار ديالك. طريقه جرح الناس هذا جرح اكزاكتومون. انا مانيش هنا باش نفرض عليك رايي ولا فكره تاعي، فكره تاعي انا نهضرها، حبيت تديها ديها، ماكش حاب تديها ما تديها. برافو. وكل واحد اختيار طريقه العيش تاعو اختيار لافاسون تاعو. اهل الصحراء ماهمش مكتوبين في جبهتي، عذرا انا من الصحراء ونفتخر باللي انا من الصحراء، بصح مانيش نمثل كل واحد باسمه. اكزاكتومون سامبلومون اكزاكتومون. ولكن هذا لو جور دو ميساج تحسي باللي سي لا ميشونستي غراتويت، هذوما يجي يجرح على باسكو انت بنت صحراء باسكو كدا باسكو كدا، حتى في الميساج تاعو الهضره تاعو ما راهيش محترمه في قلوب مطمئنه. هنا ماهوش قلوب مطمئنه، شوفي قلوب مطمئنه والله غير قلبك. الو تلقاهم مش راهم يركزوا هنا، ما يركزوش على المحتوى اللي تقدمه، يركزوا على لبستك لا فاسون تاعك، ويركزوا جوست انهم يديروا انتقاد سلبي. هذا وهذا شنو هذا؟ بهدلتوا بينا امام قنوات مالي وتشاد والنيجر. اسمح لنا خويا خويا تغلبنا زابي بدل ساتيليت. ما شافوناش قالهم ما شافوناش والله لا تشوف ما شافوهاش هذه ما شافوهاش. يدير قنوات تاع الشاد والنيجر قلت لك يبدل ساتيليت يقلب بارابول هكاك تحت يلقاهم. من خلال تعليقات في معظم المنشورات حبيت نعرف على أغلبية الشعب الجزائري تعليقاته سلبية على جميع الشخصيات العامة وخاصة المعروفة وغير المعروفة الأخضر واليابس. لو يشوفوا روحهم ينتقدوها. اكزاكتلي. لا لا روحهم ينتقدها. شوفي الانسان ما ينتقدش روحه، ما كانش الناس اللي يقابل روحه في المرايه ويقول انت فيك هذه، لانه ما يتقبلوش. لو كان جاي ينتقد نفسه يعرف كيفاش ينتقد. حنا ما راناش نقولوا لهم ما ينتقدوش، لكن كاين طريقه. اذا جا واحد سب ولا هضر بطريقه ماشي شابه راهو يعبر عن مستواه الثقافي. يعني اذا راك حاب توصل لنا كاش فكره، او كونترا حنا ماذا بينا تعطونا افكار وموتيفيشن وتعطونا حنا رانا التبادل. كاينه طريقه يعني اذا تجي تسبي راهو مستواك اللي راهو في اللعب، ما عرف واش تختار. هذاك رحيم حبيت نقول هذاك اللي قال لك بهدلتونا قدام الجناس، انا جاب لي ربي هو اللي بهدلنا بالكومنتير تاعو، ماشي حنا اللي بهدلنا. اكزاكتلي. هذه صاحبه الكومونتير نصفق عليها انا ثاني جست ما عجبني هذا الكومونتير صحه لانه كانت موضوعيه توتالمون. صح كما قالت ساره، واش يروماركي ولبستك شعرك شعر الاصفر خاوليك مكياجك خمارك
ديكور، ما يشوفوش ديكور، صح يشوفوا ما يشوفوا الخارج وما يشوفوش واش كاين الداخل، المحتوى ما يشوفوش المحتوى اكزاكتومون. حنا واش نقولوا لهم؟ ميرسي ميرسي كاع هاد لي ميساج جونتي، ولا حتى الانتقادات تاعكم لا بروف رانا نضحكوا منهم، جوزنا ان بون مومون. واش نزيد نقول لكم دركا؟ عندي كلكو بوتيت كيستيون بور فو باش نخرجوا من هاد لي ايترس نبعدوا عليهم، هادو مع لي موفيز انرجي كيما تقولي ساره. وجدت لكم كلكو كيستيون نريبونديو رابيدمون كم دابيتود، ما تضحكوش على لي كيستيون تاعنا، سي دي كيستيون تاع قاعده بيناتنا. نبداو، اسكو تمشوا حفيانين في الدار؟ بوبليك توما تاني تلعبوا معنا؟ انا ما نقدرش، ما نقدرش والله ما نقدر. سي سا ماريف، ما خطرات صرا لي بتقاشر ولا بالبلغه. وانت يا فردوس؟ نضل حفيانه انا ثاني. الناس بسطاء يا اختي، نتمشوا بالحفا ونورمال، لا ماهيش كيستيون دو بسطاء. حتى في جنان ولا برا ولا في تراب ما نحبش انا، ولا في عين صالح. لا في الغابه مليحه اصلا تمشي حفيانه، البحر ثاني. الوغ هذه كيستيون ثاني احنا ننسى، كي يخلص لكم الفون دو تان باش تعاودوه؟ الشب لا بودغ هذيك والله، لا بودغ كومباكت هذيك، بيسك باودر، ماشي كي يخيف بلاصتك ما ديري هنايا الطالك. استناو نسقسوا حنايا لانفلونسوس. نو البيسك باودر هذيك اللي يديروها هنا، لا بودغ ليبر هي. سقسي لانفلونسوس بوتي تاعنا هي اللي عندها. شوفي الانتربرونيا بيزنس بوتي كي تخلص لك فون دو تان. كيفاش يكمل لي؟ امبوسيبل، كان ستوك. ايه باسكو في واحد الوقت كنت حاله ان صالون بوتي ونخدم للناس، يعني كميه المنتجات على حساب هذيك الخدمه، سما ما كاش كيفاش يكمل. تاع حبيبه فون دو تان؟ انا ما يخلصش كاع. صافي ساره. كي يخلصني ما نديرش معناتها عادي. الوغ ندوزو سؤال اخر، كي يخلص لكم هذه المره الغسيل واش ديروا؟ باسكو الغسيل امبورتون. الماء الماء قطره ما شويه قطره ما هكا عاود يمشي. هادي نتستيها انايا. ليلي ما يخلص لهاش الغسيل. لا لا شوفي والله كي ما يخلص لي زعما الفون دو تان اي تو ما نديرش تو سامبلومون باسكو ماشي في كاع اليامات الماء. اكزاكتومون. انا كي تحوسي لي زاستيس والله ما على بالي. انا ندخلوا شتي الاي لاينر ندير ندخل لابغوص تاع الغسيل. الوغ كي تروحوا تغسلوا المعان وما كاش الحبال واش ديروا؟ صافي بليزير يما كي تصالي ما نغسلهاش، انا ثاني ما نغسلهاش خلاص. انا ما كاش حبال وحي تغسل المعان، ما كاش حبال، ما كاش الحبال، ما نغسلش انا. سبب سبيبه نبعث راجلي يشري واش حبيبي. لازم حبيبه نعطيكم استيس، تلقاي لي بونش تقدري تغسلي تشليهم بيان ومن بعد تغسليهم بلي بونش. باسكو صافي من داك وي صافي. مرحبا بك، مرحبا بك، تفضلي. نورمالمون ما نتسلموش، حنا لابالنا بكاين اجراءات هنايا. مرحبا بك في البلاطو تاعنا، راكي نورتينا القاعده هذه. ميرسي فريمون، مرحبا بك. عندنا دلا شونس، عندنا معنا مغنيه صاعده في الجزائر. فرانشمون صوتك شباب، انت شابه ما شاء الله، حتى في الكلمات تاعك في اللحنه اونسون فريمون باللي لا فوا تاعك صح شابه. وان شاء الله على بالنا بلاك حديري حاجه كبار كبار كبار. شفنا بلاك وجدتي ان تيزر، وراك حتوجدي كليب راح يخرج قريبا ان شاء الله. وقتاش راح يخرج؟ قولي نعطينا شويه. ديجا ميرسي بوكو على هذه المقدمه. سي ان بليزير فريمون والله العظيم، سورتو فينون de vous. Là, c'est un plaisir. Bon, la chanson, c'était avec Gusto Prod, réalisation de Mohamed Rico. Ou Kalimet ou Alhan ou les arrangements à la chanson, c'était Tarak Kadem. D'accord. Donc, c'était une chanson qui a été faite pendant un an et demi. Déjà, le VTR l'a fait. Oui, c'est vrai, je ne suis pas fainéante. Mais qui a été faite, qui a été faite vraiment, qui a été faite dans le maquam de la musulmane qui a été faite. Donc, je préfère faire ça. Et vraiment, avec le teaser, j'ai vu vraiment les commentaires ou l'arrêt de la qui sont positifs. Donc, ma glitch. في الاختيار تاعي ولا جو في اختيار تاع طارق قادم باسكو هو اللي وجهني لهاد الاغنيه وهاد لو ستايل بريسيزمون. دونك لا شانسون سي هاد اللي عبات ان شاء الله، و بيان سور نعاود نجيبها عند لينا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. جوستومون هضرتي على ستايل تاع الموسيقى تاعك، باسكو حنا دوكا ما فهمناش في اما ستايل راكي، انا نشوفو ان غاي مودرن، عندك لا سيناتور تاعك، عندك اللمسه تاعك في الغناء تاعك، ما راهوش راي تقليدي اللي ما عرف نعرفه، كيفاش تفهمينا هذا الستايل الجديد هذا لا كيفاه؟ اون فيت كل فنان جزائري دروك راه يسي باش On va dire qu'il s'est développé de l'Algérie. Il s'est développé des choses nouvelles ou des arrangements nouveaux. Il s'est développé. Ou
تنتسب لهذاك الفنان اللي راه يدير فيها باش كي تسمعي هذيك لا شونسون بلا ما تشوفي ليماج تعرفي بلي فلان هو اللي راه يؤدي فيها. دونك انا بور موا مازال فريمون ما طحت في ان ستيل اللي يل مو فا 100% مازال كي تحوسي مازال راني نحوسها فريمون اتو بعد هذا تشوف هذيك ليماج باش من بعدك تولي تسمعي ولا وي سي فريدة رقيبة جاسم مرحبا بك عنا فريمون شرفتونا نورتونا هذا البلاطو جبتونا الجمال تاع وهرة والسعادة ايضا. الوغ انا نشوفوا فيكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشوفوكم تري 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 بروش انتم في بالكم جو سي با انا السعاده حاجه باللي تتعاش اون فامي ولا حاجه تكون فيكم ولا حاجه كيما كنت نقولها لهم مقبل جيبها من برا انتم كي نشوفوكم في لي ريزو سوسيو انتم هي الاسره السعيده في الجزائر. الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك اخويا الله يبارك اخويا الحمد لله يا رب. الله يحفظك دوسر فضلي. واحد كي يكون فرحان يقول لك ما نبينش انا باللي راني فرحان سينو يضربوني بعين. دائما دائما كل ما كل ما تنجزي انجاز ثاني اي خلاص خبي بيناتنا ما كلا تقولي للناس سينو يضربوك بعين. هذه ثاني برمجه ساره لازم تحكي عليها. احنا والله على بالك كيما تشوفوا في الستوري تاع قاسم بوكوريس انا جو بالك شويه غايبه على الستوري تاعي في انستغرام بصح هو بحكم انه انفلونسر في الدومين مؤثر يسي باش يبين اون بون ايماج ماشي الا يسي باش يبين اون بون ايماج سي فريمون ليماج اللي كاينه في الدار يسي باش يبينها لهم اترافير لو تيليفون. السلام عليكم. سلام عليكم. مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك تبتي وي هاي انا نشوفو 2 3 وي انا قلت لك بزاف بزاف وي ريبوندات ميس دا صح قلتي لي موغي قلتي لها قلت لها الوسط الفني قلنا يعني مالاتك هنا هي عندها اوكي الطبق اللي مستحيل نروح للسؤال الثاني الطبق اللي مستحيل تاكلو بنتك حاولوا انكم تزربوا هكذا باش نشوفوا هي ما تاكلوش اللي مستحيل تاكله مستحيل تاكله ايه ما تحبوش راح لي اسمه ما تحبوش نسيت اسمه زلوب دوارة وقت غير البارح برك قلتيه لي قلتي لي نو عرفت واش كتبتي البارح برك خات لي نو يلا يلا نشوفو نشوفو قوليها قوليها هي الاولى تخت الخبز واش قلتي اوه هذه تخت الخبز تاعنا انا نحبها يا اختي تبلوها انتوما البنات تختوخت الخبز كاين بالك ناس يقول لك تختوخت الخبز طيبه قلت لها شوفي الخبز راه هكا كيتلاوى حاله مسكين تنشدو نديرو قولي تبدلو خبز اخر انا نروح لسؤال واحد اخر هاكي تاكليها وحدك الحاجه اللي جامي تسامح فيها بنت كريمه معناتها بنتك تشوفيها بلي حاجه جامي تسامح فيها 1 2 3 الخداع برافو سبحان الله برافو هذه غير سؤال واحد اخر اكبر كذبه كذبتها بنت كريمه واش تفكر واش تخلي ما
مازلنا معكم في السهره الحكايه فيها هي معنا ضيوف ما شاء الله فنانه كبيره نحبوها الوغ نتاع كيضيف عندنا وجدنا لك عمتي تاع البن فوتو بلا ما نطول نروحو نشوفو البن فوتو نعاودو نقولو وماذا بيا تعلقي لي على التصاور اللي نشوفهم باش نعرفو شكون هو معاك في التصاور. اوكي. ايه حسره هذه الوالده الله يرحمها مدام فليفله الله يرحمها ويسعد عليها ماميغ هذه ماميغ تاني اون بلان تورناج مع جميله عراس هذه انا ما كوزين هذا مون فيس هذا مون بروميير بيبي صح هذاك تصور هذوك كيفاش جبتوهم ايخ عليا مين جبتوهم هادو ايوي نبيل غسال سي ان امي سي ان شانتور دونك جو سي با سيل اريتي حميدو عرفتيه صغير ولكن وي سبحان الله ايليك هادي هي شميل يو محمد هذا مون فخير محمد هادي فلا عبابسة نوجه لها تحية السلطانة تاعنا مع بنتي في سبوع تاع بنتي هادي آخر فيديو كليب درتو كانت أغنية على الجزائر يعني وهذا شيخ شوف يقول لك بابا الشيخ ديالي كلش سي عمر عزوز اللي قلت لك عملنا معاه الالبوم هذا اللي هو خارج ربي يطول في عمره ان شاء الله يعاودك هاكو صوتيتو استناوها بالعقل خلوني نعلق وكيفاه بون لي هذه بيبيشه تاعي هذه العمر والكبده يا عمري لي لا فوتو جازت سيتي مون ماري لي صوتاو معليش محرز الجزائري هذه ميليسا بنتي وياسمين هلا برافو و جوستومون بيبيشا تاعي قلت انا شوي غران ميغ دركا هاي قالت لي بلي راهي هنا سالك ايه راهي هنا براكي حطتها برا ما تخافيش عندنا اللي كيف هنا حيت هلاو فيها في الشهرة هي قاعدة اونتخ دو بان ان توكا هاد كاع كي تشوفي هاد التصاور صافي صافي ان بتي كيكو شوز على الانتيريور كاش احساس وي سيرتو ان فويون ما ميغ الله يرحمها الله يرحمها بيان سور باسكو سي غراس ا ايل اللي راني كريمة صغيرة الله يرحمها يا ربي تحية لماتك اكزاكتومون En tout cas, qu'il te faut savoir côté vraiment stylé, hein. Quel واحد le style à l'époque, là, regarde, dit voulait à la mode de là. Exactement. Vraiment. Exactement. Le donc les imprimés, les blazers, vraiment côté top. Allah yberk, Allah yberk. On va passer à un autre quiz, Lilia Hedraoui. Tfadli. On a comme un quiz. Bon, je vais vous poser une question. Soit j'ai soit on a un petit challenge. عقاب حنا سميناه. Mais ما نقولكش العقاب حتى نشوفوا اذا تجاوبي ولا لا لا. هيا بسم الله السؤال الاول اسم شخص مستحيل تسمحي له اه لا لا ما نجبدوش اسماء الحرف الاول واش نديروا باش لاحظنا خلي ماشي ما نسمحش انا نسمح ما نقدرش قلب كبير مدام كريمه ما نقدرش ما نسمحش والله غير الله غالب واش هو العقاب ليليا هذا ماشي عقاب بالنسبه لي معليش غني لنا مدام واش نغني لك اللي تحب عاصم هاي غنينا اندلسي مقبل وشويه بشتو شعبي ودوكا غني لك شويه حاجه في الراي 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 انا من الوهران ماذا بيا تكرميني هكا باغنيه تاع شاب خالد ولا سي با انا نحب شاب خالد الا تعرفي الاغنيه هكا بيان سور شاب خالد كمام سي ان غران عيش بختا في راسي بختا عيش كم سيك شنيكزيستي با Elle est passée à côté de moi. Aïe, pleine de ça va. J'ai dit Aïcha, prends tout tes pour toi. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Aïcha, Aïcha, Aïcha. Aïcha, c'est pour toi. Maman, t'es Aïcha. Allez, bonjour. Elle est Tani. كذبة كذبت لها وتسببت لك في مشاكل
إيه تعرفين المشكلة تاعك ونقول لك انا دي فوا نكذب باش باغ اكزومبل رانا بين هكذا دي زامي اي تو نكذب على حبيبتي هذه باش هاد باش ما يصراش مشكل ما بيننا فوالا ومن بعد واش يصرا يدور كاع عليا ولي انا مش مليحه خمينا فيك كذبت هكا وحده جاتك في بالك دوكا كذبه هكاك كاين والله جو سي با كاين لا عقاب شويه صعيب هذا وشنو هو العقاب اللي لحقته ما ايه باغ اكزومبل راني راني باغ اكزومبل راني في لوتوغوت وانا مزني في الدار سؤال اخر موقف محرج صرا لك ديجا من قبل وي صرا لي موقف بون صرا لي مواقف مي هذا نشفى له بيان واحد العوام هكذايا كنت كانت الخدمه العرس عباك الصيف كل يوم كل يوم كل يوم اليوم نلبس صباط كحل غدوه نلبس صباط احمر غدوه نلبس كذا كذا ونرمي في الطونوبيل هذيك وحنا قلت يا كريمه عيب الطونوبيل تاع مرا هكا مرمده نوضي نقيها طلعت كاع دوك الصباط خليت اون بيغ الغدوه من داك وانا فرحانه عيد لحقت للعرس ديجا على 3:15 في الباركينغ حبطت جبت الصباط باسكو انا ما نسوقش بالصباط نسوق بلي بابي جبت الصباط نلقاهم متفاردين ولبستيهم جامي كيفاش جامي ما كاش كيفاه ديجا كي مشي جوج صبابط يمين اكيد اي با مزيه مزيه تربي ما كنتش سيتي ان فوندرودي بورتون ولا غير ربي ربي الصبر حبطت غير هكذا لتحت صبت حانوت شريت صباط وطلعت خابيه خرجتي من المازال سؤال اخر فنانه ما يقنعكش ادائها في الغناء بون اللي ما يقنعنيش ادائها ما نسمعهاش اصلا بكل موضوعيه اكزاكتومون دونك ما يمكن تكون ما تلعبش الستيل اللي تحبيه انت هذا ما كان لا فاوبليجا زعما ما تعجبكش هي كفنانه زعما ماشي مليحه برك الستيل تاعها ما يعجبكش عقاب اللي عقاب واعر نسقسيك تعرفي تضربي البندير شي طوح كان دوك يجيبوا لنا البندير رابح من فضلك سيتي جيب لنا البندير اسورتي في البلو سؤال اخير ايه شخص طعن في السمعه تاعك نعم شخص طعن لك في السمعه تاعك الحمد لله ما صراتش جامي صرات لك الحمد لله الا صرات وما سمعتش هذيك حاجه اخرى انا ما نعتبره جواب ولا نعطيها جواب جواب لا جواب صراحه انا ريفونديت جامي تسمعي على كل حال اخر واحد خلاف مع فنان بسبب سوء الظن ومستحيل ترجع الامور ما بيناتكم لا الامور يصراو على كل حال ما بين الفنانين اكزاكتومون ما صراتش ما صراتش ما صراتش ولا صرات وما حبيتيش تقولي نو 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 ما صراتش ايوا الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله ميرسي ليليا على لي كيسيون جيسبر عجبك الحال معنا تري بيان سي فري نزيدوا لك عرفتي كويز ولا خلاص هاي عندي كويز مور كويز تاع تحدي بقى هاي كويز هادي بتحمتي شوفي ما ديريش بيناتنا شوفي انا ما ندخلش نقول لك نحكي لك عليها كانت وي قلت لك كانت فليفله الله يرحمها تجي تغني وهي كانت تخرج من المسيد كنا نستناوها توجور تجي تغني وكانت تقرا في لا كروند ديكول اللي كنت انا نقرا فيه بنت القبه كنت مع مدام شريفه فوالا كنت في لا كورال فوالا ايه الله يبارك فيك سا سي دي سوفينير بنات القبه شتي اللي يدير روطار صح انا شكون اللي تشوفيها ستايل؟ وي ستيل شكون اللي ما ديبونسيش بزاف؟ ديبونسيش هي انا ما ديبونسيش بزاف وي بارابور ليا اه بون ايه بالك صح باسكو دي فوا نضربوا على عفايس تقولي خلاص كي هبلتي كي خاطي غير تشري وي باسكو دي فوا كي تاع هما اللي قام عندنا البنات هنايا يعرفوا صح ولا لا دي فوا تشوف نيمبورت كوا صح صح بوغفو تشري صح هكذا صحيح نو نشريها ومن بعد ناس طومبي دونك سي بور سا شكون اللي مقلقه؟ بالك انا انا ماشي مقلقه بزاف مي شويه انا مقلقه ماما راهي تاكد لك بلي صح مقلقه داك سورتو هاد جوغ لا بيريود تاع الكورونا شويه ولات مقلقه اي يا دوك عادي هادي حاجه نورمال
شكون اللي نشوفوها مرة تاع الدار؟ وي بيان سور. نو مرة تاع الدار ومس 25 افتخر. ونقول لك حاجة، ما نخلي حتى واحد يشكرني، بس على بالي بلي ما يشكركش الناس، هكذا هكذا اللي نحسب يشكر روحك. هذا يشكر روحه، هذاك هو. ما شاء الله عليا. شكون اللي خير؟ الله يخبز. شكون اللي طيب خير؟ أنا عارف شكون اللي طيب خير؟ سي نورمال أنا. شكون اللي طيب؟ أنا. شكون اللي ياكل بزاف؟ فوالا. شكون اللي تشوفيها تسمح بزاف من حقها؟ وي بزاف. زيد يا شكون اللي تشوفيه يخمم طرف الاخر، اللي يخمم بزاف في الطرف الاخر؟ شكون اللي يخمم؟ حنين. شكون اللي حنين؟ شكون زعما تك انت تخمي فيها بزاف ولا هي اللي تخمم فيك بزاف؟ سي نورمال. شكون اللي يخمم؟ انت تخمي ولا انا نخمم؟ الو لا صاحبي يفضل يخمم عليك. ما عندك لا غير هما. تخمم عليا تخمم عليا. هما يرقدوا. سي نورمال. وينوضوا. انا اللي نخمم يا عزيزه. كيما انت كيما كاع الامهات تاعكم انتوما ترقدوا على زيدوا ميم ولادهم زيدوا ميم ولادهم الوغ لا هذيك ما نحكوش لها دوكا دوكا الولد ولد الولد شوفي راني قاعده من الصبح وراني ناكل فيها وين راهي وين راهي دايرتها وين راهي نينات يا عمري شكون اللي ينقرش بزاف عندي وحده تنقرش تعرفي اي بالله ما كاينش لا لا ما كاينش هاي في الدار هاي في الدار عندي بنتي ميليسا ولا لا ولا لا كي تبدا تنقرش روحي انت وسكتيها شكون اللي زعما تداوس بزاف هكايا تداوس وتبدا تعيط وتبدا انت ولا هي انا بيني انا وياها انت وياها ياسمين العبي معاها ديري لي شكون انت ولا هي انا انت فوالا هذاك انا ميته بالحشمه كي عارفه لا والله ما خلاص هاكي ولفتينا انا قلت لهم انا اللي اكزاكتومون شكون اللي زعما انا شو سامع كاع بالدنيا اخويا باغ كونتخ لا لا فيكم انتوما زوج خويا ماشي سامع خويا يا إلي دو زان أوتخ موند ماشي كاع سامع يعني فينا حنا رانا نسمعوا بيناتنا هو يا اختي عنده إلا سون موند عليه سي إلا بيان غيزون سي هو مرتاح لتو مي با تون ميو هذا السؤال كامل الأخراني شكون اللي ما عندها حاجة في المكياج؟ أنا مكياج انا قلت لك انا ما عقلتهاش باسكو ما الي اونتي ماكياج ما انت كاع راهي دايت ان ايفور باش تجي تفرحك وتقعد قدامك وتقول لهم بنت كريمه شحال شابه تعرفي في العرس ديالها ربي يعلم واش سفريت يا بناتي يا خواتاتي يا كلشي الا تلبسها قالت لك انا نلبس هكذا انا نماكيي هكذا انا نمشط هكذا شوفي حنا عاداتنا يا اختي العروسه عروسه يعني كي عجبكم الحلم قبيله شفتوا سمعتوا بزاف لي شونتور انا ما استمتعتش بالعرس وي. يعني لا فيغيتي كنت نروح نعاود نولي كنت نروح نعاود نولي كنت شغل اي بوبي نروح نعاود نولي نروح نعاود نولي الله غالب ما راناش انا بريفيري اون بيل غوب حاجه سامبل ايه تري سامبل اون غوب ونقعد ندور قلت لها يا اختي عاودي ديري عرس مع راجلك وقعدي دوري حنا لي تراديسيون تاعنا هادو هما اكزاكتومون ان توكا ميرسي دافوار جوي لو جو معنا فريمون ميرسي بوكو ياسمين كي جيتي وحضرتي معنا ولا بالنا ملي مش ما فديري حضور هكاك بزاف فينا جه صعيب يقول كلمة ديزولي ولا اسمح لي هي في الصح كلمة خفيفة على اللسان بصح صعيب الواحد ينطقها أرواح أنت وخلي الجزائري يقول اسمح لي وكي يجي ينطقها تعب السيف وزيد قولها لك بالفرنسي جيت فهمت حير زعما لغة موليير تخفف وزن الكلمة هذيك ما نعرف اللي يفهم يفهمنا كاين اللي مستعد يتبرع لك بكليتو وما يطلبش منك السماح الله غالب هادو هما ولاد بلادي مقلقين وما عندهمش المارشاريير بصح حنان وكراما مي كيبسوا راسهم واحد ما يقدر لهم اللي حيرقع في الحكاية انه الراجل يقدر يتخاسر مع خاوته مرته صاحبه على جال كليمة كليمة برك اللي بالنسبة ليه بزاف ثقيلة يقعد يطلع ويحبط في راسه علاش انا اللي نطلب السماح ما غلطش هادو نعرفهم يزعفوا شويه وينساو عادي الكلمه هادي تاع عادي هي اللي ماشي عادي واحد ما صاب وين يصنفها يداوس نورمال يربح لعب نورمال بصح يطلب سماح سي ان نورمال انا وراسك وشنو اللي ان نورمال عندك ما حبستش الحكايه غير عند رجال المراه الثاني ماشي قليل همها كاين اللي تموت وما تسمحش من حقها سورتو اذا خلط فيها راجلها ولا خدعها ما تنساها لكش ياك يقولوا اذا حلف فيك راجل بات راقد واذا حلفت فيك امراه غير بات قاعد بصح كاين اللي تجوزها
وتقول لك نورمال دوك ربي يهديه. بالنسبه لكم كي تغلطوا في حق انسان تجيكم طايحه تطلبوا سماح بحجه كرامتي ما تسمحليش؟ واذا ناس غلطوا في حقكم تسناو منهم الاعتذار ولا تبادروا نتوما؟ قولوا لنا نتوما شكون فيهم. ما شاء الله عليها فريمون بوبيا الي تري 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 بيل راهي الفو غوسومبل دايير أنا كي تشوفي فيها مخلوعه هذا ما يدي بنتي هادي امي مخلوعه يخ نقول لك حاجه جاب لي ربي كي تشوف البنت تاعها يعني الكبده تتحرك القلب يتحرك همسه لمس انا حاسه بك دابا مانا نحكوا على المواهب اسكو مانا عندك هكا موهبه اللي راكي حبتها فريمون تبان وحبه تطوريها Non, pas vraiment. Mais j'ai des passions. Je travaille et tout. Sinon, je ne sais pas si je fais ça. Tu as fait ça? Si, mais je fais ça. Je fais ça beaucoup plus. Madame Saïdani, tu as fait ça. Tu as fait ça. Est-ce que tu as dit 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 que tu as obligé de faire quelque chose ou là. Mais sinon, quand on parle et tout, je sais que ما عندهمش هاد لا باسيون فير لو شون سبيسيالمون مي سينو اون باراليل يسمعوا موسيقى يمارسوا رياضه كل واحد على ستيل دو ميوزيك هي اللي تسمعوا بارابور ستيل دو ميوزيك ديالك هذا حيت بصراحه تكمل ومازال راح نقصروا معاهم ولكن غادي نتلاقاو بعد فاصل قصير اتوتسويت Meet you downstairs in bar and her Your roll of sleeves and your sculpted shirt You say, why did you do with him today? And sniff me out like I was tangerine Alors, هذا أنا نعاونكم نعطيكم لي زانديس لقيتو ولا لا شوية بغيتي قوليها لي شنو هي؟ تسبابي برافو جيب لالا جو بونس ا توا نو سمحيلي معليش عاد هذيك برافو هي احتدم لكم مشاهدين راجع منال الي تخي فورت كمام راهي راحتك شتي زيره عندها عليها عقلها مازال وحلت لكم لعبه نكملوا فيها هيا اي نوتر ميوزيك اونكور هادي سهله برافو جبتوني فوزيت او توب على جال هادي نزيدو اغنيه اخرى هادي لا سهله نحبك اميليا برافو
زعما انا حبيتك انت تلقاي لي غنيه خلوها شويه تلعب معايا خلاص ما نجاوبوش دوكا خلوها ايا دركا هذه سهله عندك صباح تانتا ولنتي وعندك واحد قاعد ويبان مهموم يخمم ماشي ملاح انتي سبابي وي زيدو غنية واحدة أخرى؟ حلات هادي يا بنات الجزائر يا بنات الجزائر يا بنات الجزائر يا بنات الجزائر يا اللي خليتو فكري حي يا بنات الجزائر يا اللي خليتو فكري حي شفتوا لها واحد لفه في بلاطو انا اللي ما داش عا سيجي لهدا هذه نكملوا باغنيه اخيره واش نختموا هذا الكويز يلا جات الشتا وجا ولا رياح لا لا جات الشتا مازال لا لا هذه راكي تشوفي باللي كاين سحاب راه يتصب الشتا ايه وتما رانا نشوفوا شلال رشراش صبر 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 نقلبوها برنامج غناء ميرسي انفينيمون لعبتوا لو جو معنا دخلتوا في اللعبه فريمون ميرسي ما نعرفش كاع كيفاش نقدر نشكركم ميرسي لحضوركم اللي عرفتونا وكبرتوا بينا باش نكملوا غير في الموضوع تاعنا اللي هو كان الاعتذار كلمه اخيره ساره بجوست باختصار الوغ انا نعتذر لكل شخص منا يعني ابعدنا الكاميرا تاع لينا ونتوجه لاي شخص نقول له اسمح لي اذا غلطت في حقك وقلت لنفسي اسمحي لي على اي تقصير وعلى اي جوجمون حكمت عليك ولا على اي تصرف ولا علاقه ما كانتش تناسبك وخليتك فيها ونقول اسمح لي كل واحد متواجد هنا وغلط في حقه تحديبه انا تعرفي واش راح نقول انا راح نقول نعتذر لجمهورنا ونعتذر على الجنود الخفاء اللي راهم ساهرين ويخدموا وباش يفرحونا هذا يعني ديكور شباب ونعتذر لهم راهم يجيبوا لنا فنانين ما شاء الله ويعني واش تاثرت بمنال نقول لها عينيك فيهم الدموع كيما تشوف في تقعد تخزر في بنتها تبارك الله فيك قبل ما نجي لك نروح ليهم ديج باش نشوف انا وبايكيلي بغي بيان سور راجع معنا الامانه كاش كلمه على الاعتذار على ميساج افير باسي ولا كاش واحد يحب يطلب سماح ولا ما عارفش منين يبداها ولا منين يكملها انت كلمه اخيره في هذا السجن انا نقول باللي اللي يقدر يطلب سماح ويعتذر ما راهيش كيما نقولوا حنايا اشكال كبير وما لازمش الانسان يحس انه هذا الشيء راح يقلل من قيمته بالعكس راح كما نقولوا حنايا قيمته تولي عاليه عند هذاك الشخص انه يعتذر هي صحيح انها كلمه صغيره لكن المعنى تاعها والمغزى تاعها كبير وربي سبحانه فوق سبع سماوات يسامح وربي سبحانه ما يحبش الناس اللي عندهم ذره تكبر وقال لا لا ما نروحش نعتذر وكونتخيغ اعتذر وارتقي وان شاء الله كاع اللي غلطنا معاهم نقول لهم سامحونا واللي غلطوا معنا راكم سامحين دنيا واخره ما شاء الله عليك ما شاء الله شكرا بالا منال انت ما كنتيش معنا بزاف في الموضوع تاع الاعتذار انت واش هو رايك ديجا في الاعتذار انت طلبي سماح بسهوله ولا لا انا رايي في
هذا السوجي سي كو يفو كون سباردون باسكو بين ليله ونهار ما تقدريش تعرفي واش صرا كيما صارت كورونا هادي وماتوا الناس كامل توليت عندك دي غومور اي تو سي فري مع الاول زعما هذيك لا فيغتي لا لا ما نسمحش اي تو بصح ابخي كي تروحي وتقولي سمحي لي جوغ ترتاحي وجوغ ميم هذيك لا بيغسون تولي تشوف روحها شغل صغيره تقول علاه منا جوغ يفو سباردوني دون لا في باسكو شغل لا في بال كوا برافو برافو انا ولينا لكم على ضيفه اليوم تاعنا بطله اون غراند سبورتيف شرفت الجزائر اكثر من مره صاحبه الجمله الشهيره انا مره نضربك نطويك اون فيغتي بور الجيري فريمون اون جودوكا جودوكا تيقولوا جودوكا لا ميور دافريك نرحبوا بكوثر والل Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je بلادي ما شاء الله عليكم. صباح الخير الجمهور الكريم. تصفيقه حره الكوكر على السنتر. Vraiment, c'est un plaisir de Tiananmen Block اليوم في اكي une fierté pour l'Algérie et pour le sport algérien à la كلي حال. Vraiment, واقيل ما كاش بنادم في الجزائر ما يحبكش باسكو جون شرفتي البلاد. هذا واجب هذا واجبنا. لازم يكون واحد في القمة باسكو هذه مسؤولية نحبوا ولا نكرهوا. كما يقول لك انا ملي كنت صغيرة نتمنى ما كاش واحد فينا ما يحبش يولي ستار. هذه حاجة هذه الأولى هذه. بان كي كنت صغيره كنت توجور نقول لهم توجور نقول ان شاء الله نخرج شامبيون دالجيري ان شاء الله نخرج شامبيون دالجيري ان شاء الله ميون ابخي حبيت نخرج طاباري طاب درجه بدرجه كيما يقول لك ابخي شامبيون دافريك وليت سيت فوا شامبيون دافريك ومن بعد ميديتيرانيا عرب ان شاء الله المشوار مازال في التاريخ وان شاء الله ان شاء الله بوكوا با اون ميداي اولمبيك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء واش انا نشوفو منك وكاع القدرات تاعك على بالنا بلي توني كاباب هو فريمون اون فان بارلي جوستو هذه الحاجه اللي توجور نقولها لهم سيك شغل انا نعرف قدراتي نعرف قدراتي وعلى بالي واش راني نهضر تسمى اعطيني نعطيك تعطينيش ما نعطيكش بون قبل ما ندخلوا في الموضوع واش راكي ديجا كومون سافا انت ثاني دخلتيني سافا سافا الحمد لله كيفاش جاز عليك هاد لا بيريود تاع كوفيد شفنا الحاله هذه ومازلنا فيها جوستومون على بالك ديجا كنت في ايميسيون ديجا بكيت ديجا انا قريب راح لي بوان مون بيير قريب اون فيت ما ميغ كيما يقول لك 20% ماشي حاجه ماشي حاجه مي بابا سي بابا سي بون الدكتور قال لنا جالي قال لي كوثر قال لي نعرفك كوراجيز قال لي على ربي انا شوفي قال لي هذيك الكلمه على ربي شديت راسي خلاص سي بون هذا الشيء مازال ميم با مازال ميم با ما ديناش باسكو ديموندا الناس سكانيغ سي سا كي رحنا نديرو سكانيغ نشوفو شحال شحال بورسون رحنا درنا لو سكانيغ لقيناه 81% كنا انا خياتي ماميغ وخويا بقى خويا الكبير الحق انا شوف غير خرج الدكتور قال لنا بديت انا باسكو انا نحب القرعه جديجه قلت له شحال قول لي برك شحال باسكو لقيت بابا شغل صحيح ايه صح يبان مريض تعرفي بابا يبان صح صح ما عنده نيكوح عادي ما يسعل ما عندوش هذيك سي فري بالك ما يشمش ولا الحما كانت عنده في الاعراض هذه هذه ديابيتيك وعنده لا طونسيون اسمع عنده فيس شوفي يا بنتي يا كوثر نعم دائما لو كتشوفي العبد الضعيف اللي راه قدامك راهي عايشه لا ما شاء الله عليك ما شاء الله مليح المرض ما يقتلش الاجل جاي الكورونا جوستومون ما تخافيش جوستومون هذه هي الحاجه اللي انا حابه نوصلها سواء الناس اللي راهي تشوف سواء ليكم سواء تانيك ليا باسكو شوفوا اسمعي لي خلاص عبالك كانت عندنا واحد الشده عبالك علاش يقول لك من قبل وانا نسمع فيكم ورا الكواليس واحد ما يلقى غير فاميلته نحبوا ما يلقى غير فاميلته سورتو المرض الله تعالى نقول لك كي قال 81% خزر فينا خويا درنا دار لي هكا
باسكو انا ديجا بكايه ما تقدريش بالك لي كوراج. درنا اليد في اليد والحمد لله وما قلنالوش حتى ونبرا كي برا درنا هكا نقولوا والله الحمد لله انا شابو بابا عمر الحمد لله يا عمر الحمد لله ربي يطول في عمر والديك يعني وبين زوج وكاع تا فامي ويخليهم بالصحه اي مانو سا فا ميو الحمد لله او كي سبع ونديروا له التحيه الكبيره لهنايا الله يبارك عليها ربي يطول في عمرها ويطول كل مؤمن ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ربي يشافي المردان الوغ جوستومون رانا على بيبان رمضان وقريب يجي رمضان اسكو نتيا زعما من الناس اللي توجد شويه في رمضان ولا والو وشنو ما سمعتكش اسكو نتيا من الناس اللي توجد قبل رمضان ولا والو فات اي والله ما نكذب عليك شوفي كاين ميم اللي ما يخدمش في الدار كاين اللي يقضي يحب يشري يبدا يوجد جوستومون انا عندي هاد الطبيعه اللي سي توتا في نورمال اتليت تلقاها توجد سيرتو في رمضان انا ما عرفتش علاش نحب نونطريني بلوس في رمضان نونطريني قبل الفطور او كونتخيغ تزيدي تجوعي في رمضان تزيدي تجوعي صح انا شوفي لا جورني كومبليت قبل 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 الفطور ديفون عاون صح هي انا لا غالب على بالك سيرتو اتليت نونطريني قبل الفطور ومول الفطور وثاني كي تكون عندي كومبيتيسيون تسمى لازم ميم يكون في رمضان كيما دركا شوفينا دافريك حطيح فيه ماي وافري فيه صح تسمى على بالك رمضان تحرم رمضان لا كومبيتيسيون نو لا كومبيتيسيون في 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 ماي تسمى مراها تبقى لازم لا بريباراسيون في افريل رمضان قاطع حبيبه انت تحبي لي حبيت نسقسيها باسكو انا تاع الطبخ مرحبا واش هو البلا اللي تحبي طيبيه واللي تحبي توجديه في رمضان قولي لها يما انت تحبي توكلك لا 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 شوفي انا واش نحب البلا بريفيري ديالي سي كريفات اون صوص ولا اللوبيا اسكو انت طيبه نحب اللوبيا زعما بالخل هذيك الناس اللي سي كريفات اون صوص بي كونت باسكو ماما ديجا ماما الله يبارك عليها ربي يخليها لك بصح في رمضان نحب طاجين زيتون وجواز جلبانه انت اللي طيبيها مكوطر اه شغل نعاون 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 بريباريكم باش نديكم باش ندير لكم ميداي اولمبيك شي بريباريكم باش تاكلوا انا نتمنوا واحد لا ميداي ان شاء الله يا ربي تفضلي تعالي كوثر جوستومون قلتي تندريني سبع عشيه اسما انت ماشي من الجار هذيك اللي عندهم برامج يتبعوهم في رمضان ولا ما عندكش سي 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 شوفي كيما العام اللي فات يا اخي طاح مع الكورونا ما سي هذا ما كشفنا كان لازم علينا نشوفوا ميم تكون عندي اونترينمون بصح باش تنحي هذاك ستريس من شتي ديجا اون بليس وقتاش كان الكوفر في 8 اور تسمى 10 اور واقيلا كاين نو لحقنا له على 8 هذاك لحقنا له ثاني تسمى تي اوبليجي تشوفي تشوفي لا تيليفزيون دون بليس انا نحب نشوف بنات بلادي ولا ولاد بلادي نشوفهم يافونسيو ان شاء الله ربي يبقي على ستر على كل واحد حاب ينجح وربي يكون معاهم وانا راني معاكم ثاني انا حكيت حبيت نسقسيك جوستومون بوركوا خيرتي لو جو اكو غير تسقسوا خلاص شوفي غير واش ديكم شوفي غير واش ديك راه قدامك باسكو كي راح تهضري راح نسقسيك نقول لك حاجه قبل سمحي لك قطعت كلامك بلا راني ستاجا راني ستاج خليت ستاج تاعي اسمع سمح لي لونترينور تاعي باش نكون معاكم وماشي خساره فيكم ماشي خساره في لينا تيلي هي على كل عشان جيتكم باش نزيد الدعاوي كثر الدعاوي خير ندعو لك الله ندعو لك كاع ان شاء الله انتم معكم تشوفوا فينا ادعوا لها ان شاء الله هي ان شاء الله جوستومون بوكا خيرتي الجودو بوكو با لو باسكيت بوكو با لو جو سي با ان اوتر سبور لو فولي ولا لو جودو سبيسيالمون فات يقولوا لي باسكو طويل لهنا طويله ماما انا واه ماما مون باسكيت الله يبارك عليكم يقول لا اون فات كي يشوفوني هكا يقولوا كاين ما يعرفنيش كاين ما عرفنيش في ليترونجي ولا ميم هنا كاين ما يعرفني ماشي كاع يعرفوا كوثر يقولوا لي تبعني ديري باسكيت ولا فولي منا بصح هذا مكتوب ربي ووالديا بسلامة والديا هما اللي دخلوني للرياضة هما اللي خيروا لي الرياضة الجيدو باسكو العلاقة مع يماك في العزيزة طبعا كل بنت العلاقة متينة مع يماها شفت العلاقة بينك وبين يماك حتى لبستي لها الكيمونو وتعلمي لها يا عمري يا وجوستومون على ليزيماج انا شوفوا ما نكذبش على بالك تجبدوا لي يما ولا ما فاهمي على كل حال ما على باليش علاش يتغرغروا عيني يا بجماعه ما عندوش شي باش شفتك باش كنتي تعلمي لي يماك شوفي نحسوك انسانه ما ميغ هي كلش في حياتي هي كلش في حياتي شوفي كل
كل واحدة فينا الأم ديالها تقول يما هي كل هي أغلى أم في العالم. كل واحدة كل واحد يتحمل. أنا جبنا لك أون إيماج. لا 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 وكان يعاودوا لي وكان يعاودوا لي سي سي بوسيبل يعاودوا لي في الدخلة كيفاش دارت لي. عاودوا لها الإيماج سي بو بليش نتعاودوا نشوفوا من الأول باش نشوفوا يما كيفاش دارت لها. نعاودوا نقولوا الإيماج. شفتي كيفاش درتي؟ تا راني هنا. بصح كيما تقول اختي الكبيره هي تقول ما يفهموها غير اللي يجيبوا الباك هذه. هذه كيفاش دارت لي؟ دارت لي هكا تاع هكا. مامي فمرها دوكا 66 عام. الله يبارك عليك جون. سنانها بالك شابين على سناني. الله يبارك عليها ربي طولها في عمرها. انا جوستومون نحسك. مامي توجور هذاك واش نخليها تحس. عبالك جماعة أم تكبر شوية تقول بالك تمرض تقول آه كبرتها ما كاش أم ما قالتهاش صح صح ما كاش أم ما قالتهاش ما تقولش هذيك آه كبرتها كبرتها ماما توجور ماشي ما كاش غير هاد لا فيديو في عيد الأم في عيد المرأة ما كنش لهنا نلحق لها الكادو ديالها يا عمري إيبا ماما توجور نخليها تحس مزالها صغيرة على بها هنا على بها لبست لها الكيمونو وقلت لها يا ضربي لي وكي دارت لي واحد لا تكنيك وتعرف جيدو كي دارت لي هاد لا تكنيك قلت لها ماما طيحيني قالت لي لا لا ما حبش بنتي تطيح يا ربي ربي طولها في عمرها امين يا ربي وربي يخليك تاج فوق ريسانا يا هذيك تاع ايبون هذيك تاع ايبون واعره هذيك تاع ايبون الوغ جوستومون ديرو ناسون سي فو بلي باسكو حنا وجدنا لك دي سيرفريز تي اي تي توجور بريانت Et tu l'es toujours. Tu es une batala. Et je sais que ma fille, elle a levé le drapeau de l'Algérie. Bleda. Quand tu habites trop ailleurs, quand tu as quand même les possibilités, mais tu aimes bien ton pays. Là, tu as touché la famille Walel et la famille Benelkadi. Tu nous as fait de l'honneur. زيتي براسنا ربي ان شاء الله واش درتي لنا خير لينا وللناس اللي عرفوك يا بطله وكان جا بكري كيما كانت حسيبه بن بوعلي وجميله بوعزه والبطلات هذوك المجاهدات كنتي تكوني وحده منهم باسكو tu es une batala je t'aime trop fort surtout خياتك toute la famille من سابنا هادو جدد من لافامي من خالك من 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 مانك ما كاش لي ما يدعي لكش بالخير جو تام ترو فور ودعيت لك دعاوية يسلكوك من كلش ميرسي vraiment نحسوا باللي سي فام ادورابل و جو تدعمك وتعاونك وراهي هنايا جو سي ادورابل دو فوار سا ربي يخليها هذا اللي شدي ماما صطات انا كان كي جو نضحك ونبكي وما خلصناي باسكو لازم نوجدك انا ما حبيتش نبكيك اي جي فولي بريباري اونكور دي سيربريز سي فري وي حبيت بس نقولها كلمه واحده سي سي بوسيبل بعد سيغ تفضلي ولا تو ربي ربي يخليك تاج فوق راسنا نعاودها لك ان شاء الله مامتي تا سفريتي في حياتك سفريتي معانا وتستهلي كل الخير ومازال هذا غير شويه واش درت كاع سوا ليك سوا لافامي كاع ومام لافامي على الجنان والله غير هذا غير خير هذا شويه ليكم ربي يخليك ليا ماما جات يا ربي ان شاء الله نحبك وما نقدرش نعيش بلا بيك امبوسيبل ربي يطول كل الله يعافيك تقولي سا سي لا مامون سي لو بيليي تاع الدار بصح كاين اوسي لي فخيغ لي سوغ حكينا شويه عليهم ديجا كومبيان فخيغ اي سوغ عندك؟ عندي انا اسمها زوزيه اوني تخوا في دو غارسون باسكو نشوفوك دائما تهضري على بيهم دائما تهضري عليهم تقولي مي فخيغ مي سوغ اللوبات تاعي انا اسكو سي دي اسكو بور توا جام حنا كنا نهضروا على لي زاني انا عندي خياتي انا كل وحده و الكراد تاعها وكل وحده وخدمتها
ومام في خاوتي هي كل ما تلقى يقول لك المثل الكرش تخلق وتفرق. ماشي كاع ايتيك نوايا، ماشي كاع حيليين، ماشي بون مانيش ما عندناش الحيله في الدار انا واش نعرف. بصح كل وحده وكيفاش. كيما ما غروند سيغ واحد نموت عليك اموره ربي يبقى عليها ستر وان شاء الله ربي يعطيها ما تمنى. ما غروند سيغ سي ما دوزيام مامون، هي اللي رباتنا تانيت، هي اللي كبرتنا، هي اللي كانت تورينا لحدنا الان. انا زعما نغلط باسكو ما كاينش اللي يغلط في هذه الدنيا، بيرسون ني بارفي في هذه الدنيا. واحد زعما نغلط لا بغا نزيد نقول لك حاجه، زعما ندير ستوري ستوري برك نو 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 انا وسمني سكر تانيتها تقول لي تقول لي سكر نو نحيه عاودي عاودي شغل هذه حاجه صغيره. نبكي نبكي عليها باسكو واحد دوزيام يتزوجت ربي ربي يهنيها ان شاء الله ربي يهنيها باسكو هي اللي كنت بزاف بروش ليها باك يتزوجت ربي يهنيها ان شاء الله. اسمها قعدت لي دوكا انا اسمها ونيسه والكبيره امر. اسكو تتشابهوا جوستومون مع هادو ونيسه تاع عيب ولا كل المهم انا هي شابه وخلاص جابوش. المهم انا شابه انا خياتي انا لو كان وقع عندهم كيقلع نو كل وحده وزينها. بصح يقولوا لنا بلي كاينه الدم يجب يقولوا لنا يقولوا لنا بلي انت بصح جو بونس كل وحده جوست ما قلت سمحي لك ودح نقولها اسكو دعمك داركم الجيدو شغل بوكو بليس يقول لك بلي حاجه لازم تاع قوه تاع رياضه قتاليه. بصح هي ريبوندات لنا يعني بلي فريمون صح دارهم وموقفين معها حتى في الحاجه الصغيره كامل. شوفي انا شوفي يقول لك احنا تربي ترباتنا مي باغون ربونا على الخير ما ننساوهش فهمتي يكون واش يكون مام هذاك اللي يدير فيك الخير يدين تغا لو جوغ لي اديك نو خير وسبق مام هذاك مام هذاك نو خيرك سبق سي بون نو. انا ربونا على هديه شوفي لا باز سي لا فامي جوستومون بور فينير كا دومين سي لا فامي سي لا في كلش مام تتاداي برا في لا فامي. شوفي الدور لا باس تاع الجودو تاع كيفاش بديت وما كنتش ماشي نحب الجودو ولا برك جيت عاد غيسيف نتبع واش يديروا خاوتي وانا ثاني مام خاوتي كنت بزاف نخرج معاهم ميتوزا خاوتك دراري دخلوني دراري هما ثاني يديروا لا لا غير انا اللي ندير جودو اول مره جوستومون اتوندي ديسكوم بغا باش نقعدوا في الاسره قبل ما نروحوا جوستومون راني بيا ماسكي مانتيريس لي فرير اي لي سور اسكو لي فرير تاعي تتفاهمي معاهم وي اوكي مي بصح دو بلوس لا سور هذيك امر شوفي امر امر سي لا دوزيام انا شوفي في زوج في زوج نتفاهم معاهم ما كاش واحد انا البازوزيه انا اللي تفضلي مرحبا بك في مرحبا دوكا حطتني في الخدمه قالت لي اسمعي قالت لي كي رايحه بزاف كلاسيك قلت لها لا 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 عندي شغل ومن بعد عندي شغل قالت لي اوكي داكور يا بروبليم صح ما ماركيتيش حاجه كنت رجل فوق رجل ليك دوكا مش واش رايك امر مصباح امر امر انا جايه وانا حبيت نقول سي لا دوزيام سي لا بروميير فوا جوز جوز في لا تيليفزيون نو جوز في لا تيليفزيون بصح باش توري باش توري الخدمه تاعها اون فات سي كوميرسون كوميرسون بعد ابخي با نو بارلي دو واش دير جوست بوغ سا لوكازيون شوفي ملي جينا هي تهضر مع غراند سور مع غراند سور كي تقول لي كوم ماي مير تيلمون فامي لي بارتو يعرفونا باللي احنا بنات ما ماي سابير حيزيه بنات حيزيه يقول لك باللي فوزيت كوم سا جوغ الحاجة اللي نحسدوكم فيها سي بيان هكذا يعيطوا لنا لي سبايس سي بوغ سا لي شوفي في وقتنا هذا وهدمنا درنا دي زيميسيون على المشاكل بيان سور بيان سور نشوفوا هكاك سورتو الاخوز سورتو وسوليدار انتر سي لا بلو بيل شوز يقدروا نشوفوها في وقتنا هذا سورتو كي نعرفوا المشاكل وقصرنا عليها دو نو جور سورتو الوغ توا كومون سافا واش رايك؟ سافا سافا الحمد لله وانت علاش سوربريز من جاك معليش انت ما شفتي والو انا بديت سي كافيغ لو matin ايا قلت لها سني سني نجي معاك قالت لي اوكي داكور اون ايغا انصومبل ايا من بعد ديك في التيري قلت لها
لها قلت لها يما قالت لي اسمعي من بعد عندي ميسيون كيفاش نديرو؟ قلت لها معليش حطيني في طريقك في الخدمه ومن بعد هي واش نقول لك عندها واحد ربع ايام خمس ايام ولي فوتو ولعبات جوستومون تفضلي نهضر انا وكبير صح دوكا صح عارفه باللي كاين ناس تقول لك انا خويا ما نهضرش معاه باسكو كذا وكذا وكذا ايوا هذا مش حبيت نهضر لك هذا حنا ثاني ما تهضروش على ديك الصح صح ماشي حتى ونخلاص ايوا هذا واش بغيت يا با دونكون سي صح ولا سي صح ولا لا ما تسرطوش خويا ما نهضرش معاه لي زلاليت بالعوينات نو 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 با دو تو alors on ne choisit pas sa famille mais on choisit les amis j'ai de la chance c'est vrai j'ai de la chance bien sûr j'ai de la chance mais il faut provoquer لازم نبروفوكيوها لا شونس هذه ماشي هذه اني لحقت ميساج لازم نبروفوكيو اللي علاش قلت لكم اللي ماشي قريب لخوه اللي ماشي قريب لباباه ولا ليماه آه وعندك لا شونس والديك راهم حيين عندك هذه سي شونس هذه بروفوكيها صح لا خاطر هذه المحبه اللي بيناتكم انا اللي عندك ديما لا سورس المصدر هذا كما يرجع كما سي لي بارون الام العزيزه الكرش واش نقول لكم الله يرحم الكرش اللي جابك الله يسلمك يعيشك هيدي في دنيا دنيا ودين على غير كان نشوف فيكم هكاك ما تقولش راكم خواتات مي صحابات باسكو عندكم هذيك لا كومبليسيتي لا كاين شوفي كاين كومبليسيتي كاين خو كاين قدر كاين قدر كبير بيناتنا من بكري نزيد لك هذه ثاني وين نروح نروحوا نتعشاو ونفطروا نروحوا نيمبورت ايفينمون اختي الكبيره اختي الكبيره انا نبازي لك على هذه انا ماشي كيما خياتي الاخرين انا جي ميزامي اون دي غارسون سوا في سبور سوا في الفن يعني في الدومين هذا ماشي غير سبور يعني في الدومين هذايا كي نتلاقى معك شي واحد اوه كوثر واش راكي صافا هكذا اختي الكبيره عادي نقولها قبل ما نبدا في الصراحه اختي الكبيره عادي اللي ما يعرفوها سما دوكا دوكا خلاص اختي الكبيره كنت تقولي عندي بزاف اصدقاء رجال اسكو سا فيدير كي ما عندكش اصدقاء دي كوبين دي زامي كيما حنا هكاك حبابات هنايا اكي اون كونفي باسكو لو سوجي تاعنا اليوم سيتي جوستومون لي les amis voilà une amie genre vraiment peut-être une amie d'enfance une meilleure amie بالك ملمسيد هي مازالها genre حبيبه عندك ولا ولا غير بالمناسبه نقدر ننتقل صح لي زامي في وقت شده تلقايهم والله تعالى سوا 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 ان غارسون ولا اون في ولا انت جوهر اكزوم فادي بتعمتي قرات معايا ولعبنا كيف كيف وكبرنا كيف كيف دوكا انا دوكا والله ما على بالي وراي بصح جات لك تحيه من اقوى النساء في العالم يسمى ماشي غير سياسيا يسمى داخليا اكزاكتومون صراحه تاتا حبيبه تاتا حبيبه جبتي نسيني لا لا جامي ما ننساك تاتا حبيبه انا تعرفي انا جيت نعطي الامل لي جون تاع دركا بيان سور دائما يحوسوا الكبار واش يديروا كي هذا صحيح الكبار كيما تيا ودائما كونيكتي كونيكتي انا دائما هكذا ونقرا وشوفي تشوفيني مع لي كومونتير ومع الزوج تاعي نقول له شوفوا شقال يقول هو شكون اللي يتقلق انا ما نتقلقش نضحك ناخذها بجديه دوك انا نعطي الامل هاد لي جان هاد العجوز في عمره 100 سنه وخمم كيفاش راح يدير عيد ميلاد تاعو حنا توجور هذاك الطرطه وداك الشمع اللي ما نحبوهمش كي نلحقوا ان سيغتان اج هو حكم مظله ودار لو سو تاع بالمظله هنا حين نقولوا شوفوا يعني 100 سنه كيفاش عنده هذيك ودوك نلقاو دي جون من 15 سنه حتى الفوق يعني ما ينوضش بكري وفنيان وما يخدمش وماما جيبي لي وديري لي يعني شوفي هذا انا نعطيكم شويه الامل تاتا حبيبه تعطيكم الامل تاتا حبيبه تديريها هذه تصوتي دابا نديرها بوكو نديرها ثاني مازال عندي الخوف انا من العلاوي ثاني تاتا حبيبه كشغل هو هي واز باشنبل اباوت ات فهمتيني سما ما خلاش الباشن تاعو يموت الشغف تاعو ما خلاش يموت كل حق 100 سنه قال ندير حاجه جديده حاجه نوحها فوالا حاجه تبقى نقطه في حياتي داك انا درك شي الامل تستمتع باللحظه حنا يوصل 40 سنه يقول لك خلاص انا ما نزيدش ندير عيد ميلاد سي لا غير سان بيل اكزامبل وي ابسوليومون باسكو حنا نكرهوا العيد ميلاد والشموع هذاك استخدام شافي من الخمسينات الفوق نقولوا ما نحبوش الشموع حنا ما راهيش اكزاكتلي ما ماهيش ولا ماهيش 70 ولا راهي فريمون باش ديري سكاي دايفين اكزاكتلي قلبك يحبس طيح من الشر مي ما شاء الله على تيد ربي يطول في عمره
il y a ton impression rapidement. انا نحب كاع هاد الصوالح اللي فيهم لادرينالين اي تو ما على باليش كي لحق 100 سنه اذا لحقت اسكو نقدر ندير لا ميم شوز مي ان توكا مادام اوني جون اون بروفيت ان توكا اكزاكتومون ايوا اليوم الموضوع نتاعنا اشنو هو الوغ جوستمون انا حبيت اشنو هو هذه ماشي هذا بدلتها هي جوستمون انا حبيت تقول لي لا فاصون تاعها كيما قلتي لها كيفاش تهضر تعجبني بزاف الهضره تاعها باسكو هي جاتنا من وهران ومازالت تحافظ على اللهجه تاعها وتهضرها وتخلطها بالفرنسي بصح اللهجه الوهرانيه مازال هنايا شوفي انا من الناس اللي نحب ندي من كاع اللهجات شي مقسنطينه شي هذه هي لا ريشيس جوستمون واليوم راح نهضروا بيان سور على اللهجات اكزاكتومون اللهجات في الجزائر وش على بالنا بالمناطق تاعنا وعندنا تقاليد وعادات مختلفه في الالبسه ولا في في الماكله ولا حتى في الهضره اللي نقدروا نميزوا الشخص من اي جهه جا وراح نخليكم مع هذا التقرير الصغير باش نروحوا نشوفوا شويه اللهجات الجزائر ونعاودوا نقولوا لكم جزائريين سبيسيال في كلش في عوايدنا لبستنا وحتى في هضرتنا والدليل تلقى على كلمات بيزا ما عرفناش منين جات تخيلوا تغلط تركب في الكار تسمع الغوسيفور يقول لك أبوسينا الله يا صاح كاش ما فهمتو تخيلوا تروحوا تشروا حاجة تسمعوا الهوبلة سنكوحة دفرة ايه هاد ماشي أسماء تاع مدن أسيوية ولا حتى أسماء تاع حيوانات تعيش في الأمازون هادو غير كيفاش يسموا درهم عندنا ما تقلقوش مازال خير القدام يجيك واحد يقول لك راني زقو راني زقينغا واللي معناها راني مشومر وحتى كلمه مشومر وبيزا اللي معناها ما عنديش دراهم الدراهم ايه وكي يحضروا الموني كلش يتحط اباغ وكاين هادوك اللي يحبوا يطيحوا عليك لا كلاس جايبينها موراك هادو غير بالفرنسي لو كان غير يهضروها مسقم دي لا سونتي دو متسيو دو وازو امبورتي ياو بالعقل على لغه الناس ما تبهتوناش قدام الجناس احنا شاب يحب القصريك على بالكم وكل واحد فينا عنده لهجه يحبها من غير لهجته تخيلوا معايا تتزوج بوحده تلمسانيه تنوضك نص ليالي كرهت من هاد الحك وتازدير والاطيانه بن عمي اسمع هذا ولا وهرانيه تدخل من الخدمه تقول لك اخ اللي يقعد في الدار وسيق ويطيب انا ما نبغيش نغسل المواعين شو شغلت شمخ وإذا هدرنا على المسلسلات حكاية طويلة علاش حنفهموا كامل لهجات المصار والسوريين وحتى الخليجيين حجيت يدت الهاون بس حكيت الحق اللي عندنا يقولوا لنا ما نفهموكمش ما تفهموش وكان نبدأ نهضر بالديرية ما تفهموا بصح بيناتنا عندهم الحق احنا وما نفهموش بعضانا كيفاش تحبوا هما يفهمونا ولا وش قال هاي هذا الفي تي ار فريمون الى جمع كلش مي سي فري احنا الجزائر بلاد كبيره ومناطق بزاف وكل منطقه تهضر باللهجه تاعها الديالكت تاعها نتوما ليليا باغ اكزومبل تما كي جيتي هنا لالجي اسكو كاين كلمات لي زعما كنت تقولوهم هنا ما نقولوهمش مثلا احنا اصلا في عائلتنا ورانا مخلطين جداتي من جهه وجدي من جهه انا اصلا ماما الجواز وبابا وهراني وصلنا من بيت ناس مال انا اصلا كي كنت تما كنت نهضر شويه هاك شويه هاك مي بون قلت لك انا اصلا نحب ندي كلمه من عنابه كلمه من تلمسان بصح هذيك تاع تلمسان انا اللهجه تاعها مش عارفه تعجبني هي وتاع عنابه هما الزوج اللي عجبوني بزاف حلوه وي سلامي جوستومون في البيتيال واش جاتني هذيك تاع هبله انا تا قلت وات كيما هذاك السيد تعجبني تاع وات خاطرش كاين صح واحد الكلمات هكا تجيك بيزار تقول لي منين خرجوا هادوما كيما حنايا في بون البسكره روماركيت انا من اصلي من بسكره روماركيت انا زعما كي نروح لبسكره ما نفيقش كيفاش نعود نهضر في اللهجه تاعهم تقولي يعدوك هذيك تاع بات مع دجاج ليله صباحي قاقي الله تقولي يعدوك هي نو سي جوست كي زعما نحبوا لا فامي ونحبوا نحبوا يعني نقعدوا معاهم ما نفيقوش كيفاش نتاثروا باللهجه تاعهم الوغ كي نولي لزاير ويكون ما روحوش معايا لا فامي تلقاني بديت نهضر بسكري يقول لي سي بون تم فلاشاوك هذا تم نعود نهضر باللهجه تاعهم جوستومون بحكم انه بابا عسكري عاش طفولتي في كازيرنا يسمى في الكازيرنا عندك 48 ولايه ترفدين من 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 على بيها ما كانش عندي لهجه معينه في نفس الوقت كي انا نبدا نهضر زعما بالعين صالحيه كي نستعمل اللهجه هذيك ندير في بالي باللي كابابل واحد اخر ما حاش يفهمني فهمتيني يسمى ندير له الحساب هذاك نولي نهضر بالجزائريه فهمتيني باش نوصل برك المعلومه وكاين الناس اللي يحكمهم كومبلكس من اللهجه تاعهم هادوك اخوتي هذا ما يعنيش انه تحشمي باللهجه لا لا ما نحشمش ما نحشمش بها اكثر من اللي نحب نفري شغلي تمتم واللحق الميساج تاعي هذه هي
اكزاكتومون كيما كانت تقول فردوس، حنا كاين ناس باغ اكزومبل يجوا على من برا كيجوا زعما العاصمه ولا لا ولايه مدينه كبيره، يبدلوا اللهجه تاعهم لانه يهضروا بالكا ويقولوا عليه هذا جا من برا ويحشم بها. سي با نورمال هادي. وي هو ديجا يتكومبليكس، يقول لك بلي انا نخاف كون نهضر بالشغل باللهجه تاعي يضحكوا عليا. ديجا حنايا ماشي برك اللهجه، كون يجي واحد براني زعما مثلا العاصمه ويروح يتصور في مقام الشاهد ولا، كاين بعض الناس يبداو يخزروا فيه ويضحكوا، تجي مع بسابيزه ويتصور. هو بالعكس هو جاي من ولايه وحده اخرى وجا حاب يتعرف على الولايه تاع مثلا العاصمه. الوغ ايماجيني في اللهجه اذا كان عنده هذيك لاكسون يقول لك لا لا جو بريفير نهضر بلغ لهجتهم خير من اللهجه تاعي. انا نقول لك يعني احنا في الجزائر عندنا اين ايدنتيتي، عندنا 48 ولايه وعندنا 1541 بلديه وكل واحد اللهجه تاعو. احنا البروبليم سيك دخلناها روميه، دخلناها قبيليه، دخلناها شاويه، ما لقيناش اللهجات تاعنا، ما لقيناهاش. صديق ميم يجيك جيني هاكيما ليليا ساعه ساعه وشغل تعطيني شويه هذاك نحفظه، جي ساره كيف كيف نحفظه. شغل حتى لازم احنا نقولوا نفتخروا، لازم نفتخروا ولازم اللهجه تاعنا سقموها شويه ثاني. صح هذا الاختلاف، هذه وهرانيه، هذه باتنيه، ما في التقاليد، هذا كراك وهذا قفطان، هذا كسكس. راكم هذا الاختلاف نورمالمون نفتخروا به، غير كو صح هذا الاختلاف كاين بزاف ناس حاسدين عليه، دونك اون كونتخير لازم نعرفوا كيفاش نبينوه. كل واحد يهضر لهجته. انا كونتخير ولا غير نحب كي نتعلم لهجه منا، مي كي نروحوا لبلاد واحد اخر كيما نشوفوا بزاف فنانين مالوغوزمون كي يروحوا لبلاد واحد اخر يقول لك اون دوا سادابتي معاهم، نهضروا معاهم. رحنا لسوريا نهضروا معاهم بالسوريه، رحنا للبنان نهضروا باللبنانيه، علاش؟ هضروا باللهجه تاعنا. كي يجي السوري ما يديش كاع، ما يكلفش روحه، ما يكلفش روحه يهضر باللغه باللهجه تاعو. جوستومون سمحوا لي، علاش حنايا كي نروحوا نخرجوا يعني نهضروا باللهجه تاعهم؟ وانا شفتها كي كنت كي رحنا لتركيا مثلا، المروكي يهضر بالمروكيه، يعني افهمني ولا دبر راسك. ايه سمحي لي، ديجا المروكيين في كل حصه نشوفوها كل حصه يهضروا باللهجه تاعهم، ما يبدلوهاش، يسمى افهم ولا دبر راسك. جوستومون هذه هي. الوغ واش يديروا هما؟ حنا نشوف بلي ما راناش نسوقوا للهجه تاعنا. دوكاتيك انا اللهجه تاعي كيفاش يعرفوها؟ يعرفوها بثلاث طرق، اما السياحه، وحنا السياحه ما نكذبوش ناقصه في الجزائر، اما حنايا نسافروا بزاف للدول العربيه باسكو انا هنايا نبازيو على الدول العربيه، حنا ما نسافروش الدول العربيه، اما عن طريق الدراما باسكو ما كاش دار ما فيهاش تلفزيون. الوغ حنايا كنشوفوا هكا نشوفوا تلمو ما عندناش لهجه يعني موحده في الجزائر، كل واحد واللهجه تاعو، وكنعاودوا نهضروا علاش كل واحد واللهجه تاعو. هذا راجع لواحد القانون، القانون داروا المستعمر في 1904 كي حب يكسر المقومات تاع الدوله الجزائريه اللي هي العربيه الفصحى من بين يعني اللغه تاعنا. واش دار؟ راح نحى اللغه الفصحى ودار باللي كل ولايه تهضر باللهجه تاعها، حتى التعليم يكون بلهجتها. ودخل لهم العثمانيه ودخل لهم يعني الفرنسيه باش يكسر المقومات. انا نشوف حاجه مليحه الهضره اللي تهضريها مع داركم ولا مع الناس اللي تتفاعلي معهم برا، نورمالمون تقرايها في المدرسه. حنا نقراو اللغه العربيه الادبيه وفي السيريو، ومن بعد كي نخرجوا للجامعه كاباب نقراو فرونسي ولا حاجه اخرى ولا لونجلي، ومن بعد تهضري هضره لهجه واحده اخرى، دونك سا دوفيان كومبليكي. صح كاين حاجه السوريه اللبنانيه حنا كيفاش تعلمناهم؟ تعلمناهم بالدبلجه من المسلسلات. سما علاه ما كاش دبلجه عندهم بالدرجه تاعنا؟ هكا راحين يتعلموها سوغ كيما حنا. اون بليس حنا اللغه تاعنا ماهيش كومبليكي اسور. نقول لك علاش ماهيش كومبليكي. ليليا سمحي لي، كون نروحوا لمصر، مصر عندها ولايات وكل واحد، كاين الاسكندراني يهضر بالاسكندريه، كاين الصعيدي يهضر بالصعيديه، بصح وشنو؟ كاش نهار شفتيهم في البلاطو ولا في المسلسلات تاعهم يهضر كل واحد زعما باللهجه تاعو، عندهم لهجه واحده، ما نقدرش نديروا لا ديفيرونس بيناتهم. حنايا في الفيلمات تاعنا تلقاي مثلا في الفيلم الام تهضر بالصيفيه وليدها يهضر بالقبيلي وباباهم يهضر بالعاصميه. الواقع راهو هكاك، قالت لنا ليليا يماها بالك من بيتنا الاخر منا قدام منا، دونك كاين هذا الاختلاف العائلي الى ديجا دو باز. جوستومون مي نحتاجوا انه باش نوصلوا اللهجه تاعنا انه نديروا لهجه موحده في السينما، هذه نحتاجوها. ثاني ما نزيدوا نقطه، انت هضرتي على المستعمر، ما نساوش التراكمات التاريخيه، يسمى اشاك فوا كان استعمار، اشاك فوا كان كش واحد يجي امبوزي روحه في بلادنا، يسمى دوكا ما نهضروش غير على القانون تاع الاستعمار الفرنسي، باللي الاستعمار الفرنسي دار قانون خلانا كل واحد يهضر وحده، ما نساوش باللي جا شحال من واحد استعمرنا، الفايكينغز ولحقوا الجزائر، دونك ايماجين تراكمات هذوك كامل، باينة يجي وقت وين تصيبي كلمه من كلمه من ماشي اصلا اصلهم جزائري، فهمتيني؟ كيما حنا في وهران متاثرين بزاف بالثقافه الاسبانيه وباللغه تاعهم، عندنا بزاف كلمات تدينهم. لانه المروك قريب من اسبانيا، كيما نشوفوا تانيت لي فرونتيير من جهه عنابه مع تونس اللي هما تانيت رفضوا بزاف عليهم.
بالك عندي كي هضرت على الافلام وكلش، حنا عندنا الافلام باغ اكزومبل كنديروا مسلسل، زعما نديروا مسلسل جزائري، وعلاش ما نجيبوش باغ اكزومبل باللهجه الوهرانيه نجيبوا وحده من وهران؟ علاش لازم هذيك العاصمه نهضروها بهذيك اللهجه؟ وين بالك راح في وهران راح ماحش يفهمها وراح يقول لك راكم تكسروا لنا في اللهجه تاعنا، علاش ما نخلوش كل واحد باللهجه تاعو وندخلوه في المسلسل؟ راح يكون في هذيك البنه، هذيك البنه، هذاك هذيك الهريسه راح نديروا من بعد الدور طاوله على اللهجات باش نشوفوا كيفاش كل وحده فينا تهضر في المنطقه تاعها. كي يكونوا في الزنقه برا يهضروا حاجه، وكي يطلعوا للدار يبدلوا كاع اللهجه، يسمى يتسقم باسكو شغل اطار عائلي. كاين كلمه نقولهم برا ولا بيناتنا احنا البنات، بصح كي تكوني مع ماماك ما تقدريش تقوليهم. قلتي عاوسه ثاني تحبيت نقولها، ما ناش نهضروا غير المناطق، كاين ثاني البنات اللي يهضروا زعما يا شريكتي انتوما واش يا خو اكزاكتلي سنتر هيا جو ما باليش اسكو راهي ترند جديده باش في كاع لي لون. كاين لو لونغاج فاميليال وكاين لونغاج هذا تاع برا ايتو، مي كاين باغ اكزومبل لا تيليفزيون ما نقدروش نهضروا بهذاك لو لونغاج تاع برا. بوغي با بارلي على تيليفزيون؟ تيليفزيون تقدري تقولي شريكي. لا لا ما فهمتيني بيان سور، هذه نورمالمون ما نقولوهاش اصلا للطفله، مي بوركوا با صح. Excuse-moi, coupez-te comme les idées. Non, c'est tout ce que je savais. Justement. Des petites questions, comme d'habitude. Ma maman, خلاص رانا والفنا. صبر دقيقة. أنا وجدت لكم كلمات. أيا روحي. بالصحراوية وأنتم devenu. قولوا لي واش هما بالآخر. يلا. زعما قولوهم لي بلهجتكم. أوكي. وقولوا لي المعنى تاعهم. حنا حنفهموا ديجا الكلمة اللي تحتمديها لنا. أيا نلعبوا معاكم. واستعملوها في جملة. صعبتينا. الحواله. حول بورتفوي. ماشي دار، ماشي دار. الحوايج. الحوايج الحوايج بليك جابها. برافو. برافو البنات. وين قطع حوالايا. زيتي لا كلمه. اش خلق ليك؟ اش اش؟ اش خلق ليك؟ واش بيك؟ قريبه بصح. شو صرا لك؟ برافو. عندك حويدقة. حويدقة ساري حويدقة اليوم. عندك حاجة. أنا حلوة. وكاين هذه ماشي لهجة بصح بالترقية، نعطيها لكم. أزرف. أزرف روح. أزرف. امشي. شبيك. جيب. أعطيها لنا في جملة شوية. أزرف. أعطي لنا جملة. أزرف ورتلي. زيد قالت لي أزرف ورتلي. أزرف ورتلي قالت لك. دراهم. برافو. ماني ماني. هذه نورمالمون نشدوها. هيا الكلمة الأخرى نبغى. شكون اللي تصرف بزاف؟ لا 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 لا. صح كيف كيف؟ صح دقيقة. اللي تصرف بزاف. اللي تصرف بزاف. هي ولا هي؟ هي. فاش هي تصرف بزاف كلش حوايج ماكله صرف صرف. شكون اللي تاكل بزاف؟ شكون اللي ترقد بزاف؟ شكون اللي فيكم صريحه بزاف؟ ليدر هاي صحه. شكون اللي مقلقه بزاف؟ اللي يطيحوا دموعها تمتم. شكون صحه. شكون الرومانسية فيكم بزيادة؟ هاي صحة. شكون اللي متسرعة؟ راسها يابس؟ باينة باينة. تتشرط بزاف؟ تحب تاني أكثر؟ شكون حوحو فيكم؟ شكون حوحو فيكم؟ بيان سور برافو. زيد الحوايج ديال اليوم. قمر وي. شكون اللي تغسل المعان في رمضان؟ احد لا كيسيون يا حبا. وشنو؟ انا اوكي هابا باسكو ما سا سي ماريي ولا لاني لاني ديغنييغ تجوزناها بلا بيها وهي كانت رافده كلش. بون انا شتخافاي تول طون اشفو غيان. هادي الفي لو سبور
سي لا ميم شوز كانت هي اللي انا ما في كورونا كنت لونطريني فوالا عندنا جاردان في الدار نخدم لونطريني راني نحكي لك بصح القضيان يا با بروبليم جوغ انا نقول لها والنساء نقول لها ايكوت تو ا بيزوان دو كوا كو سوا نجيب لك ما تقوليليش نغسل الماعن هي كي تزوجت ونسا كيس كون سي تجي قلت لها شوفي انا نطيب حنتعلم انا كذا بصح انت تغسلي الماعن تلحق 8 الفطور عندي ليزونترينمون انايا ليزونترينمون عندي شغل عندي شغل عندي شغل عندي ليزونترينمون عندي شغل لا عندي كل لا لا كلها لابيل ميغ لا لا البنات تقدروا تلعبوا انتم معنا في الجمهور البنات اعطيها لنا في جمله روحي علقي الكله قفه لا لا المونتو مونتو الكله ريدو ريدو برافو بشماقي صباطي بشناقي صباطي ولا نعالتي لا هي نقولوا بشماقي ونقولوا طرباقه ماما وينها بشماقي احنا هذيك نديروا لها احنا هذيك اللكنه مع الاخر نزيدوا اداه النداء هذيك كيما الصيفيه نزيد الغناء خياط بز ولد صغير ايوا وشو معناتها البص ما سمعوهاش ولد صغير ولد صغير اوكي الببوش لي زيسكارغو لي زيسكارغو بوجغللو بوجغللو زيفطلي زيفطلي عيطلي اعطيني ابعتلي ابعتلي اكزاكتومون زيفطلي تسمى يقولوا زيفطلي جواب جواب انا اكزاكتومون انا زيفطلي فكرني في صفيطي كي جي انا رحيمه باقي شويه تانيت واش نقدر نقول لكم مزعق انا نضحك متمسخر قلت لكم كاع تعرفوا نعطيكم كلمه تريه ادمر كسر طبع راكم جايبينها اللهجه برافو برافو انا عندي حباباتي بزاف قسنطينيات الوغ نروحو نخرجو نخدو كيف كيف هيا نروحو نروحو نديرو جوله قسنطيله حنقول لكم راح نشري الزاليغو حنشري الزاليغو كروي شنو هي؟ الماشطو ماشطو 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 وي تجي معايا نروحو اللوط لوطو اللوط اللوط نحو لوط نهبطو لا 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 سي با لوطو لوط لوط نهبطو مارشي وي نهبطو اه ماشي المارشي نهبطو 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 اه نهبطو زيدي لها واحدة نروحو قد قد سوا سوا قد قد سوا سوا اه ديريكت نيشان ديريكت نيشان ونكملو عليها باسكو انا في الطبخ روحي نروحو نشرو العذاب بيض بيض حنا ساكنين في بلاد يقولوا ولاد واش يقولوا ولاد العظم لا لا العظم وفي الجي يقولوا ولاد الدجاج كان نهضوا على الدجاج سمحي لي نحكي لكم واحد الحكايه خالتي نهجت من مسكر العاصمه قال لها راح تشري قال لها واحد انتم تاكلوا الجراوي قالت له يخا الشومي احنا الشومي نقولها ناكلوا الجراوي يعني جرو صغير هذا قالها الجراوي هي قصدو الجريوات يعني القرعه هذا هو فهمها بلي احنا ناكلوا الكلاب الصغار حاجاكم اللي بيجي نزول وامها يلا 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 ادينا هنا خلال نونا نونا حني غدتها مغرى الوالي مبروك العام خلال نونا نونا حني غدتها مغرى الوالي مبروك العام يا ربي كملات الفرح العناية سيدي ربي مبروك العام الو وي الو نوميديا عندي دو كيسيون حابك تجاوبيني عليهم انا حاب نعرف برك الا راكي تعيشي علاقه حب اليوم ولا لا لا انا واللي ما بدعمو اختي واحد ما خلاونيش والله ما حبوش يكون عندي حب قلب سؤال واحد اخر بكل صراحه تقدري اليوم تعترفي ولا تقدري تقولي باللي تعرضتي للتحرش لفظي ولي تحرش لفظي وجسدي وا وا ما نبانش مي وا عايروني ضربوني وا ماشي صح واش قالوا لك قالوا لي صوالح بزاف ماشي شابين ما كاش منهم كذبوا عليا
قالوا لي صوالح ما كاش منهم، قالوا لي صوالح هما يحسوا بهم وهما يقولوها لهم باش لحقوا قالوها لي. والضرب كي ضربوني كنت صغيره ما كنتش نقدر نديفوندي على روحي، وماشي غير اون دو فوا تخوا فوا، ماشي نسا رجال اون بلوس. وين ضربوك؟ برا. وعلى شي با كنت نمشي جا واحد ضربني، خطره كنت قاعده في دار ثقافه في بويره ارماني ما بالي دهمي ضحك وما يبكي، ارماني واحد بصله من البالكون لهنا عبالك تحت واحد 3 مينوت جي بيردو كونسيونس، وعاود فطنت. وخطره كان نقولها خطره كان واحد كان حاب نكون ليه وما نقدرش نكون ليه، لاني كان عندي لاني كنت حابه ندير افونير وكان كنت حابه نكمل خدمتي، وما كانش حاب يتقبل انه انا ندير انا عندي حياه وهو عنده حياه، وضربني ضربني بزاف. يعطيك الصحه، شكرا. شكرا باي باي. على الضرب كيف فكرتوني يا بيان فوالا ميشان. نسيتيني نسيتيني سمحتي فيا مشيتي مشيتي وجرتيني حب سنيني هو انت يا عمري حياتي غنتي في بالي عمري وليلي وبلادي